عملية التصويت تمت إذن، والآن على الآلة أمامكم يظهر النتيجة، تظهر نتيجة التصويت أمامكم على الشاشة. إذن 130 دولة صوتت ل 38 دولة، 30 دولة تصوت لصالح مشروع القرار الفلسطيني، حيث تصبح فلسطين دولة غير عضو مراقب، أي الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في العام للأمم المتحدة تصوت لصالح القرار الفلسطيني، وتصبح فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة بموجب هذا التصويت. الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة بموجب تصويت 138 دولة لصالح هذا القرار.